بعد راح البلوغ وين الجزائر من مر وين هو وين هو سيري بن منهاج سيري بن منهاج صنهاج صنهاج اسم هذا الاثار تابع للحمديين مدينه اشير هذه ومدينه القلعه اللي كانت عاصمه تاع ثاني دوله انشئت في المغرب الاوسط هي الدوله الحماديه هذا نعتبره من التوام وفي ماذا يتمثل الاثار القطر وين جاي في البنيه هي وين البنيه استكمال للسكان اللي كان قاطع الطريق اللي فوق ايه هذاك اللي طاح هذاك ثاني اثار ورا التله يعني ايه مش لاهي بان منا ايه يبان هو مش مبني هاو كاين السوار هكذا مبنيين السكان زعما باه ما يزيدوش منه ايه زيد في ماذا يتمثل هذا الاثار وشني هو قلعه سكنات حصن وشني هذا هنا المال الملك قصره هنا المملكه تاعنا ايه فهمتني فيها كانوا قال لك بكري كانوا شاروا الدول هنا والله اعلم وراه عنده مدخل رئيسي فيه مسجد فيه مسجد القطع مش ايه قداها سي عبد الملك هذه فتوحات الاسلام ثاني مسمين الله يبارك اذا هذه المنطقه تسمى الكاف الاخضر لماذا يسموها بلديه الكاف الاخضر نسبه الى هذا الكاف وكان معمر كيفاه نباتات واشجار يبان اخضر الله يبارك هذا هو المدخل الرئيسي هذا هو المدخل واش عن احنا كما الحجره هذه قالوا كانوا يقولوا فيها كانوا يديروا فيها الذهب باه في الليل تشعل الضوء هذا ايه شوف فيها مكتوب مرسومه زهره ايه ايه المفتاح على اخر مكان المفتاح هذوك راهم وينهم الحجار كما نقولوا احنا كان كرسي ولا مش عارف وهذو عرصات تاع بطوات هذه رحى عميده هذه رحى وهذه الحي شوف تقدش والله ايه مكسره شوف ما شاء الله هذه تاع قداش واحد شكيت يمشيها ما يشمر واحد هذه يا رجال هذه هنايا كانوا بيبان هذا تاع البيبان هذا تاع البيبان ايه سما هذا المدخل الرئيسي ايه هذا شوف نفس المسكن اللي تلقاه من هنا كيما نقولوا متوازية تلقى باب من هنا كاين باب من هنا ايه عبد الملك كيف ما لقيت لنا ولا هذه الساحة هذا الهول هذا الهول من ابو منى ها تشوف ايش راه نقول لك استاذي الكريم هم هنا روح من هنا على جال الضوء على جال الشمس ايه الشيء اللي لقيناه هنا قال لك مدينه اشير جبل هذا يقولوا جبل فيطري ايه وهذه تطلع على الكاف الاخضر ايه قال لك تعد مدينة أشير من الحواضر التاريخية الهامة بيستوجب الوقوف عندها لما لعبته من أدوار حضارية هامة على الآثار المتبقية هذه مدينة أشير وأنا نعتبرها التوأم لقلعة بني حمات هنا أشير ذكرنا في ولاية المدية كيف الأخضر تتبع إداري شلالة العداورة لا دائرة عين بوسيف ولاية المدية والقلعة بلدية المعاضي دائرة الدرج ولاية المسيرة توأم يعني يقول لك تأسيس انتهى على يد زيري بن منات عام 324 هجرية الموافق ل 939 ميلادية زيري بن منات بمعنى أنها سابقة في التأسيس على القلعة هذه كانت في سنة 939 ميلادية وقلعة بني حماد تاريخ التأسيس انتهى 1007 و 1008 يعني قدام بينات موسطي الكريم قد ايه قال الاولى 60 67 بينتهم 66 سنه عدا ونقدا ايه ايوه بمعنى ان اشير سابقه في التاسيس على قلعه بني حمات هذه مدينه اشير ويعود الفضل في ويقول لك ويعود الفضل تسليم زمام قلية الحكم الى الخليفه الفاطمي الذي سمح بتدعيم سلطانه فوقع اختياره على مدينه اشير لتكون عاصمه مملكته التي كانت حصنا منيعا ومستودعا للعده كما كانت تصغر بثروات هائله. يقول لك اكتفى مؤسس الدوله الزيريه بمساحه قليله في اعلى الصخره، تبان لي هذه هي. هذه هي هي في اعلى الصخره. اعلى الصخره سنتشوف لا حول ولا قوه الا بالله. اعلى الصخره
ثم بدأ يوسع المملكة نتاعو شيئا فشيئا إلى أن بسط النفوذ نتاعو على مساحة فسيعة حتى فوق 35 هكتار. يقول لك غير أن أغلب المؤرخين يؤكدون أن بناء مدينة أشير بمراحل ثلاث، المهم هضروا على المراحل نتاعها، هضروا على القصور على الحمامات، هضروا على المغرب الأوسط، هضروا على القلعة الحصن نتاعها المانيع، هضروا على السلطان زيري الذي أمسك زمام الحكم بيد من حديد. أيوة. ضرب السكة يعني النقود بالاسم نتاعو. كما عرفت ذات الفترة توافد العديد من الأمراء الذين لم يفارقوا إلا في فترة متقطعة، يعني هم يهدروا بزاف لهنا، خاصة راه يجي ذكر يقول لك والحديث عن مكانة أشير تجرون الحديث عن العلامة ابن خلدون، ذكرها قريتها أنا في المقدمة، ذكرها ابن خلدون الذي اختار إحدى قلاعها للإقامة والتفرغ للتأليف، بمعنى العلامة عبد الرحمن ابن خلدون مر من هنا وسكن بحد قلاعها وكتب على ألف يعني معروف بأن ابن خلدون يعني عنده الخلوة نتاعو في قلعة بني سلامة اللي قريبة من فرندا، وأنا زرت الخلوة تاع ابن خلدون، بمعنى أن أنا ابن خلدون ما استقرش فقط غير بني سلامة في فرندا، ولكنه كذلك كان مستقر في إحدى قلاع بلدة أشير أو مدينة أشير. ما مش حاكيين عليك كيفاش تميز هذه القلعة اللي رانا فيها هذا؟ ما مش حاكيين، يقول لك حكاو بزاف على المهدي ابن تومورت أثناء العودة نتاعو من ملالة إلى المغرب، ونذكر على سبيل المثال اللي هضروا عليها ابن حوقل الإدريسي، يعني معروف هذا الرحالة الجغرافي الشاعر الإدريسي. بقيت مدينة أشير قبلة للعلماء والفقهاء لمدة في إطار الاهتمام بالمعالم الأثرية، تم تصنيف أشير كمعلم أثري حيث تم وضع سياج أنا شفناه لحماية الآثار والقيام ببعض آثار. لماذا سميت هذا المكان سمي بالأشير؟ هذه أنا درك ما حبيت أن شاء الله نبحثوا به نعرفوا بركة التسمية نتاعها كلمة أشير. إذا كانت بربرية ماذا تعني، وإذا كانت كلمة عربية ماذا تعني؟ ونزيد كلمة بالنسبة لزير بن مناد، هي الثانوية الموجودة في بوسعادة يعني. بارك الله فيك. يعني والتكريم لواحد من الشخصيات يعني الشخصيات التاريخية اللي ارتبط بالاسم نتاعها بالذاكرة الوطنية، يعني كي نهضروا احنا على الجزائر مش نهضروا فقط على التاريخ الحديث والمعاصر، كاين التاريخ القديم كاين التاريخ الوسيط، وحنا راهو برك في المرحلة تاع التاريخ الوسيط من بين الشخصيات يا زيري بنو مناد. بنو مناد وراهم طلبوا مني السيرة الذاتية باهي علقوها في الثانوية. إذا احنا رانا في المكان هذا مع يا زيري بنو مناد يمشي فيه. أيوا رانا كاش ما خلاو وليدات كاش ما إيوا ورثوا بلوغين كذا ما يحكيوا لي يقولوا لي من هنا راه للعاصمة، وانا منش المدينة الأثرية أشير هم يحكوا عليها بزاف. أروح وليدي احكي لنا عليها دوكا انت كيفاش الناس كيحبوا يزوروها كيفاه؟ هل هي هذا المكان مفتوح سائر الأيام ولا الوقت من قداش لقداش باه اللي يحب يجي ويزور؟ يوميا من 8 ل 4 ونص كيفاش نقولوا جميع الأيام خميس جمعة. وهل هنالك مبلغ رمزي يعطى يعني في الدخول ولا ما كانش بي ولا كاين يعطيك 6000 درهم الصرف؟ اي لعيبه الناس تعرف يعني، والناس كي هنا كيجيو هل يلقاو هشاك كيما نقولوا مرافق هذوك اللي يحتاجوها مثلا اكل ولا ما يلقاوش؟ ماهيش متوفره يعني، ثم اللي يجي لهنا يدير في حسابه انه ما يلقاش هذه الحوايج لازم مكان. الله يبارك. ها واش تحكي لنا نتاع المكان هذا؟ شكون اللي زارو؟ شكون اللي زارو؟ من الشخصيات العلميه ولا الاثريه؟ ما على بالكش. الله يبارك، حنا نفتشوها. كون هكذاك على بالك، موت تفهمت وياهم هكذا ويجوا لي. احنا الله غالب جينا على هكذا، احنا نورمال مورا كاين دليل في كل موقع اثري. الله يبارك. زيد عبد الملك واش كاين؟ نعم. اللي نعرفوها نقولوها واللي ما نعرفوهاش عادي. راه هذا هو واش هذا راه كاش ما كاين حاجه كارلاج كاش ما كاين فايونس كاش ما حاجه باينه هكذا كاين بلاط هذا وين راه؟ هذا هو كانوا بكري ماخذين بالبلاط. صور هذه صور طويله صور ايوا قرب هكذا ايوه كاش ما كاين عنده وكافات ولا كاش
صح قلعة بن قلعة بني حماد أكثر تطورا من هذه. وراهم لي بيسين ولا أحجار منقوشة ولا ها نروح خلاص خلصنا. أي تلبيك يدير تصور سيدي قد هكذا مساحة تاعها ها هو عنده مساحة كثيرة الله. شوف الاثار هذاك اللي هي هذاك ثاني اثار وين ها كيما راه السجان هذاك لوطا هذا هذاك ثاني اثار ها هو الفوق ها مدينة وكل هذه كامل الله يبارك مدينة قلاع مش قلعة واحدة ما شاء الله هذه كامل جي هذا يفوت الاستاذ ويصوروا اصبر رشيد خلاص هذه راه صارت فيها حفريات برك حتى اللي راه كتبردوا ما كيما هذه هنا قريطه ايه دايما هنا الحاجه اللي اكتشفتها اليوم هذه الحاجه اللي اكتشفتها انني لبيت واحد الرغبه في الذات تاعي مره كي قريت المقدمه تاع ابن خلدون دائما يلقى فيها كلمه الشير وكنت نتمنى نزورها والحمد لله كتب لي ربي اني زرتها اليوم الحمد لله. الشيء اللي اكتشفته هنا ان انها كانت قبل قلعة بني اللي عندها علاقه بالتاريخ الوسيط خاصه التاريخ الاسلامي والدول التي قامت هنا في المغرب الاوسط المعروف حاليا بالجزائر يعني تبارك الله خمسه وخموس يعني رانا لاحظنا لهنا عاد تشوف الاثر لهنا ما على باليش هذيك شني هذه عباره عن مطحنه كبيره هذه مطحنه كبيره هذا الجزء العلوي ماهيش ممكن راه حاجه يدوروها اي ما تواساش باليد ممكن بالحيوان وهذه تقريبا اللي عندهم علاقه بالاعمده وين تحطوا الاساسات تاع الاعمده يعني ربي يبارك دائما نهضروا على ونفس الطريقه تاع الجدران تاع قلعه بني حماد